السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. قبل أن نبدأ درس المحادثة سنتعرف على الإيديومز، التعابير في المحادثة. How on earth يعني كيف في على الأرض. How is it possible معناتها كيف هذا مستحيل، تعبير عن الدهشة أو التعبير عن المفاجأة. Hold on يعني التمسك، معناتها wait a moment يعني اللحظات، انتظر لحظات. Hang out يعني hang out معناه تعبير عن قضاء الوقت غير رسمي، يعني تقال بطريقة غير رسمية. Get it يعني هل فهمت أو understand يعني. و got the hang of it يعني معناتها بدأ أو بفهم ما لا يستطيع فهمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في درس Connected by Technology. Grandma، المحادثة بين الجدة وكارا. الجدة تقول ماذا تفعلين يا كارا، فهنا تقول What are you doing Kara؟ Kara I am texting Maria. I haven't seen her all week, so I am just saying hi. أنا أراسل رسالة نصية إلى ماريا، لم أراها طوال الأسبوع، لذلك أنا فقط أقول مرحبا. الجدة Grandma What's that beep؟ ما هذه الصفارة؟ Kara It's Maria. She just sent a text message back to me. إنها ماريا، إنها أرسلت لي رسالة نصية الآن. Grandma, الجدة تقول I don't understand. How on earth do you type? What you want to say so quickly? لا أفهم كيف بحق السماء تكتب ما تريده أو أن تقوله بهذه السرعة. How on earth معناتها كيف هذا مستحيل أو كيف هذا يحدث يعني. Kara You don't actually type the words out. أنت لا تكتب الكلمات في الواقع. You use abbreviation and acronyms. أنت تستخدم الاختصارات والمختصرات. Hold on. انتظر لحظة. I'll show you. سأريك. Right now I am asking if she wants to come over and hang out. أنا أسألها الآن هل هي ترغب بالقدوم وأن تجلس معي. Hold on معناتها تنتظر لحظات، وhang out معناتها لقضاء الوقت، يعني تسألها بطريقة غير رسمية. Grandma That's a lot to type. That's a lot to type. هذا كثيرا للكتابة. Kara, right. صحيح. So instead I type DYWT come over. Okay. يعني بدلا أن أكتب DYWT. Does that make sense? هل هذا منطقي؟ الجدة. Grandma. DYWT What does that mean? ماذا يعني هذا؟ Kara DYWT means معناتها Do you want to هل تريد It's the first letter of each word إنها الكلمات الحروف البدائية لكل حرف بمعنى Do you want to هل ترغب أو هل تريد واختصارها تكون DYWT. Grandma, oh, okay, now what? الجدة, oh, نعم, ماذا الآن? Kara, she'll respond in a second. Beep there. سوف تستجيب في الثانية. صوت الصفير هناك. الجدة, what did she say? ماذا قالت? Kara,
spelling it out. هجيها B over N 10 minutes. يعني ما معنى هذا هذه العبارة؟ Grandma, I think I get it. جدة قالت أعتقد أنني قد فهمت ذلك. إنها تقول She's saying great, be over it 10 minutes. يعني عظيم, انتهى خلاص خلال 10 دقائق وهي ستكون عندك. Kara, now you have got the hang of it, grandma. الآن لقد تعلمت الأمر يا جدتي. يعني hang of it, got the hang of it, معناتها started to understand something, يعني بدأت تفهم الأمر. Texting acronym, اختصارات الرسائل أو اختصارات الكتابة. WU معناتها WhatsApp, يعني LOL laughing out loud, الضحك بصوت عالي. B4N يعني bye for now, مع السلامة الآن. يعني فيوجد هنا لستة إضافية للاختصارات إذا أحد رغب أن يكتب بهذه الاختصارات. فمثلا هنا QQFY معناتها quick question for you, السؤال السريع لك. QNO quiet night out يعني الليلة الهادئة. QOL quality of life يعني جودة في الحياة. QOTD quote of the day يعني كلمة اليوم. About the conversation, عن المحادثة. In pairs, بين المجموعة. Ask and answer, اسأل وأجب. الأسئلة, the questions. Then switch roles, ثم تبادل بالأدوار. Number one, سؤال رقم واحد. What doesn't the grandmother understand? ما الذي لم تفهمه الجدة؟ She doesn't understand how Kara types what she wants to say so quickly. لم تفهم ماذا كانت تريد الكارا أن تكتب وإنها تكتب سريعة. Number two, what acronym does the grandmother learn? ما الاختصارات التي تعلمته الجدة؟ And what texting acronym do you use? ما تعلمتها؟ She learns the acronym DYWT. Do you want to? السؤال يعود عليكم الآن أنتم. What texting acronym do you use? ما هي الاختصارات التي تستخدمونها؟ أتمنى أن تعطوني في الكومنت ما هي الاختصارات التي تعلمت في هذا الدرس وما الذي تستخدمونها بكثرة. Number three, tell your partner about the time you explained something or learned something new from someone. يعني اخبر زملائك عن وقت شرحت فيه شيئا ما أو تعلمت شيئا جديدا من شخص ما. فهنا كل طالب وتجربته الخاصة ممكن يكتب هنا في الرقم الثلاثة. هنا your turn, وفي الختام تبادل الأدوار. Role play with a partner. Explain to your partner how to do something. Use phrases to ask for clarification. يعني دورك الآن, العب الأدوار مع شريك, اشرح لشريك كيفية القيام بشيء ما واستخدم العبارات التي هي أمامك. والآن في الختام, أتمنى عجبكم الدرس, وإذا عجبكم أعطوني لايك واشتركوا معي, ومع السلامة.